أيام تحسيسية وأبواب مفتوحة ترمي جميعها إلى هدف واحد ومشترك، ألا وهو توعية فئة الأطفال وصونهم بالتحسيس من مخاطر شتى المخدرات، الاستعمال السيء للإنترنت، العنف الأسري، وكذا زرع تنشئة مرورية سليمة. من خلال هذا اليوم التحسيسي ترسيخ روح المواطنة والسلوك المدني لدى الناشئة وتوعيتهم بخطورة عدد من الظواهر السلبية التي تحيط بصفة خاصة بالمحيط المدرسي، من أجل تجنبها من خلال إبراز العديد من السلوكيات الوقائية الكفيلة بتفادي الانزلاق نحو الانحراف والإدمان. في نفس السياق سيخصص جانب كبير في هذا اليوم للتطرق للسلامة المرورية والوقاية من حوادث السير ومخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، وكذا تنامي مخاطر الجريمة الإلكترونية التي باتت تهدد المجتمع.